تعالوا نشوف الاتهامات التي وجهتها النيابة في بداية الجلسة للرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان. تتهم النيابة العامة كل من المتهمون من الأول حتى 76 واحد ارتكبوا وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25/1/2011 بأن أطلقوا قذائف RPG وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حين ذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة RPG وجرينوف وبنادق آلية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومتر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم وتوجه 3 مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبة ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان 75 و76 في منطقة سجون وادي النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20,000 سجين من الهرب المتهمون من 77 حتى 21 بعد 100 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى 76 بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل حرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمنات والسجون وتهريب المسجونين المواليين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا 31 بعد 100 أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد وهما المتهمين 29 و30 بعد 100 وأعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوى اللازم لإخفائهما وسهل لهم الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. خامساً
المتهم من 81 حتى 13 بعد 100، ومن 20 بعد 100 حتى 30 بعد 100، حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه، هربوا من سجون مرج وأبو زعبل ووادي نطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم أخرى الموضحة وصفا بالبند أولا على النحو الوارد بالتحقيقات.